السلام عليكم. بتكلم اليوم على موضوع الارتجاع المعدي او الحموضه او باللهجه الدارجه الحرقان او الحموضه، وهذا شيء صراحه نعتبره مثل داء العصر. كثير من الناس مؤخرا قاعد يعانوا من المشكله هذه، بحاول ابسطها واختصرها. المعظم ثلاث اسباب للحرقان او الارتجاع. رقم واحد اللي هو هذا وش المعده اللي ربي خلقه بالطريقه هذه، هي موجوده في التجويف البطن، وهنا ربي خلق الحجاب الحاجز يفصل المعده من الرئة، وهنا حجاب الحاجز. فالحالة الأولى أن يكون في إفراز، زيادة إفراز الحمض جوا المعدة. طبعا الإنسان الطبيعي من يوم ما يأكل ربي خلق صمام هنا يفصل ما بين المعدة والمريء، فيفتح الصمام هذا فينزل الأكل للمعدة ثم يقفل الصمام هذا ثاني مرة، فتبدأ عملية الهضم فيفرز الحمض المعدة. فأحد الأسباب رقم واحد هو زيادة فرز الحمض داخل المعدة، هذا رقم واحد. رقم اثنين ان يكون الصمام هذا مفروض يقفل بعد ما الانسان يبلع اللقمة، ما يقفل، يكون مفتوح، فهذا رقم اثنين. او ان تكون المعدة هذه داخلة جوا الحجاب الحاجز ويسمى فتك في الحجاب الحاجز، هذا رقم ثلاثة. اجمالا لمن يعاني من الحرقان، تمام، نقول اول حاجه اذا كان موضوع فتك في الحجاب الحاجز هذا لازم تدخل جراحي، وهو احنا نسوي الجراحين. ولكن اذا ما كان في فتك ويعاني من الحرقان، في بعض الاشياء اللي احنا ننصح فيها. رقم واحد انه قبل النوم بثلاث ساعات ما ياكل، يكون ما يبتعد عن الاكل قبل النوم. رقم اثنين انه يرفع المخده شوي، ما يكون النوم استلقاء كامل، يرفع المخده فيخف عند الحرقان او الارتجاع. رقم ثلاثة إذا مرة زاد عليه الحرقان والارتجاع وهو نايم، يعني يميل إلى جهة اليسار إلى حد ما تخفف أعراض الحرقان. رقم أربعة الإنسان اللي يعاني من السمنة قد أيضا يجيله حرقان وارتجاع. هذا بشكل عام علاج الارتجاع، أيضا الحبوب الأدوية اللي يعطيها الطبيب. الموضوع الآخر ببينه أن السمنة، الإنسان اللي عنده سمنة قد تسبب أيضا حرقان وارتجاع. الأمر الآخر الناس اللي يعانون من ارتجاع وسمنة عالية عملية التكميم غير آمنة لهم، فما تجر لهم عملية التكميم. أما بالنسبة المتكممين سابقا اللي يعانون من حرقان وارتجاع لازم يراجعون الطبيب، وهناك عمليات أخرى تجر لهم لعلاجهم من الحرقان. هذا بشكل مبسط كل ما يتعلق بالحرقان وارتجاع المعدة. يعطيكم العافية.